خلال أسبوع الموضة في باريس، عرضت مصممة الأزياء البريطانية فيفيان ويسوود مجموعتها لربيع وصيف 2013. المكان هو السفارة البريطانية في باريس. هل استمتعت بالعرض؟ يا إلهي، أعجبني كل شيء. كان عرضا مدهشا واحتوى على الكثير من الألوان الجميلة. كل شيء كان جديدا فعلا. شيء عظيم عندما لا نأخذ عرض الأزياء على محمل الجد. ينبغي أن تكون هناك متعة مع الموضة، وهو ما أقوم به لأنني أحب ذلك، وهي طريقة فيفيان. هناك الكثير من الإبداع وهناك الكثير من المجوهرات. جميع الملابس مذهلة حقا، وأنا معجبة بها جدا. الأزياء مزيج بين أشياء مستقبلية وروكندرول والبانك والباروك. أنت على حق، شكرا جزيلا لك على هذا التعليق المغري جدا، وأنا سعيدة لأنك فهمت ما أردت إيصاله من خلال هذا العرض الذي حلمت به طوال حياتي.